حسه محترف ما ادري ليه. لا ليفله عالي واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بندر وبندرت، رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب ببجي في الماب الثلجي. أنا نزلت فيديو في هذا الماب أول ما بدأ، بس كان ما في سولو، فاضطريت إني ألعب سكواد وكان صعب مرة علي إني أفوز. الآن موجودة كل الأطوار، راح ألعب سولو ونقول إن شاء الله إني أفوز. يعني أحسني من جد يا جماعة، ببجي يعني شوية محترف فيها، مو مرة بس يعني أحسن من فورتنايت شوية. ما ابغى اطول عليكم يا شباب، ولكن يعطيكم الف عافيه على الدعم الرهيب هذه الفتره. صراحه انا مصدوم من المشاهدات واللايكات، يعني حاجه رهيبه مره وتخوف، فشكرا مره. ما اطول عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نجلد في ببجي. حيدعسني يا جماعه، ما عندي الا فرد. اكيد حيجي الخوي، ايه انا نوك تعال ما فنشني. لا تفنش، انا ما فنشت خويك، لا تفنش يا ورع. تشوفون شباب البنج اصفر جالس ذا، انا ما اقول لك بس كل حاجه توضح بالارقام. دين ايش اقلبه. وحصلت من البدايه كاتم بس حق سنايبر. طيب سلاح سريع، يا سلام جيب هذا. شفتوا؟ والله شفتوا يا جماعة. اوكي. التجس. شافني. اتوقع انه شافني يا جماعة، زابن. او ماي جاد. اوكي. اعطيت طلقتين. سوف انطلق. جماعة هنا. هو هنا. اوكي قتلته. اوه انتوا كاتب حق الرشاج. شفتم كيف تخش على العدو؟ ما تعطي فرصة. وقف. لا، حطيت طلقة يا جماعة واحدة. راح. نتبع الأثر يا جماعة. نتبع الأثر، ها؟ دحين أكيد إنه راح يوقف عشان يتعالج. ها؟ الأثر اختفى هنا. هل إنه وقف ولا إيش؟ لا، أيوة. نكمل. وربي دعس. ايش ذا؟ ما وقف حتى يتعالج. اي فين يبغى ذا؟ والله ما خلي والله. وراك اليوم وراك. طعم الدعسة. رمى حاجة. مين رمديت؟ مين رمديت؟ اوه دمجته. ابلع. وبلع. يا كلب وقف! هذا رأي اللي طارد من أول! ديف الدعس! هذه النصيحة يا شباب، لازم تتبع الآثار! اوكي سريع! اوه عنده سنايبر! يلا نعشق السنايبر! اوكي! اوه ماي جاد! لا! سريع! سلاح! اوكي! سريع! كاربي فيس! أسمع صوت واحد بس أهدى! دمجني ما اسمع لي. في واحد ثاني رمى قرند ولا ايش؟ اوه فجعني الديناصور. انا ديناصور يا رب ما يشوفني. اوه فجعني بسم الله الرحمن. اوكي هدي. لا اله الا الله. لا ياهو، والله اني طالع مدمج امه بالاكل، الاكل دمج قوي بس كذا. لو في سيرفر كان دعسته بس ما في. ما راح انزل في المتاهه، راح انزل في البيوت اللي هنا على الجنب. فكر بس. سريع سلاح سريع. اوكي في سلاح بس بيض مره بيض هذا السلاح. وهو حصل سلاح. يا سلام حصل رشاش. اكيد حصل رشاش. اقول لك تبلع. شافني ولا لا؟ والله يلوت الاخ. اوكي راح تجيبه بس سنايبر.
اعطيته فراسه، اعطيته فراسه يا شباب. لازم ما تعطي فرصه، لازم ما تعطي فرصه. شوف كيف يا اخي الهاء. لا ما حولته اوتو. شوف كيف يا اخي تلهي العدو ما يدري ايش فيه. يا حيوان يقهر يقهر. قتل نفسه. احسبه قتل نفسه بالنار. طلع في واحد ورا. انا مسوي خبره. لا اعطيه طلقه كذا عشان يتوتر ما يتعالج. خطط بيض. يا الله يا الله سلاح. واو الفيكتور بيض مره. بس خذ يلا يلا خذ اي شيء. لا لا خذ هذا احسن. حرام عليك كسر ام الباب. انا حي اقول لك قبلها بس. مع ادويه مع ادويه. اوكي اوكي الهروب 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 قبل ما حد يدعسني. يا سلام اتوقع انها غريزه الاحتراف. تشوفون هو يدور. ايوه قتلته قتل. اهدى اذكر انهم نزلوا سبعه مدري كم. لازم تنتبه. اوه فجعني خياله فجعني يا جماعه. بس الغريزه الغريزه هذه شغاله يا جماعه. ما حد في رصاص اخضر كثير. لازم اني اشوف لي رصاص. هنا واحد ميت ما معاه رصاص اخضر. وهنا برضو واحد ميت. رصاص اخضر ولا راح اندعس. هو اكيد انه هنا داخل اكيد. خايف انا مره اهرب ولا ايش؟ احسه محترف ما ادري ليه. لا ليفله عالي واضح. استهبال. لانك تستهبل يا ورق. لانك تستهبل. او ماي جاد ايش هالسنايبر ذا. اشوفك. يب حاسة الشم طلعت مضبوطة مرة. محترف طيب. اعطيت طلقة في راسه؟ ما ادري. يتعالج يا جماعة اتصل له طلقة شكل. واو ايوه ما شاء الله. واو نايس. انا على اساس معك حراري مثلا. هذه السرعة تلهي على انك راح تطلع مرة ثانية بس ما تطلع. تعال تعال. حياك الله. حياك الله. اوكي. انا اندعسنا بما فيه الكفاية. صدق. فينك الثاني؟ فينك؟ يلا. اوه عندي فكرة. راح اطلع فوق واشوف المنظر يعني وممكن اني اشوفه. وهو يلوت. اوه ماي جاد. اوريك انا اوريك اوريك اوريك. خلني ازبن بس خلني ازبن. اوريك كان هنا. طيب تعالج لا تستعجل. هدوء ما عليه. يا جماعه اختفى ما ادري فين راح. لا اله الا فين الكلب ذا؟ جابني من هنا. يعني ممكن انه يكون في نفس البيت. لا ما اتوقع. هنا يا شباب. ابلع ابلع. سوي الاحتراف. ادعسك دعسنا. انا ما عندي هذا. الخوذه خليتها ما دمجته في راسه عشان اخذ الخوذه لانه دمج خوذتي. هذا كيس بس لو ابغى سويت بس ما يعني جت كذا. خلنا اغير الجاكيت حقي احسه فضيحه. اوكي ايوه واحد في البيوت. ها دخل هذا البيت. ايوه ضيعت يا جماعة. الام ضاع الام ضاع. اوكي راح اهجم عليه قبل ما يهجم علي. ايش البيض هذا؟ اوه يشوفني واشوفه يا جماعة. وقف وقف. ابلع ابلع ولا تلمس. حد عنده هيلمت فري؟ خليت الهيلمت عشان اخذها انا. اوكي خلاص.
والله شافني ما اقدر خاطر ما اقدر. المشكلة ان الزون عنده، يعني انا في النهاية راح اضطر اني ارجع له. الهروب النهائي. الزون مو عنده طلع. لا كم مي بليز مان بليز 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 طلقوا دمو طلقوا دمو. لا واحد ثاني يطلق. المفروض ان الزون يضغط وهو يضطر يجي لجهتي. ايوه جاي. حياك الله حياك الله. تعال تعال او ماي جاد. وربي حشرني حشره، ما عندي لا سموك ولا اي حاجه. لا اله الا الله لا اله الا الله. الطلقه كانها في بطني. يا رب ما عنده قرنيد بس يا رب. اقطع ام الايم. انا العب ضد مين؟ شوفكم على خير يا شباب، شوفكم على خير. تارو غورو بريفير. Do you speak English? No, I'm very bad to speak English. Hello. Me too. Where are you from? I'm from Saudi Arabia. You? I'm from Russia. Nice. يا شباب قابلنا واحد روسي، إن شاء الله يفوزنا. أحسه من ذول يعني اللي ما أدري إيه، بس تخيلت كذا. صراحة المكان نار اللي اختاروا. ثلاثة بيوت. Вот типа сюжет этой игры точно такой же, должен просто-напросто выжить. وربي يعطيك خورشتي بورشتي، هم حاجة يفوزني بس. Take it. I have M4. وربي حيعطيني السلاح. Damn. واضح إنه يعني متعاون. Someone is near me. Go. ناكت ون. وقت واحد. يلا تعال قبل خوي ما يدعسني. اوكي ناكت. There is another team. موت يا شيخ، دمجته مرة. كمون 1 HP. اوكي فين؟ هرب هرب ولا ايش ذا؟ لا عندك؟ اصلي نايس اصلي والله لعيب يا جماعه. خلنا نروح للي قتل 2. اتوقع انه عنده الهلمت 3 ما اثرت عليها انا ان شاء الله. يا سلام وسنايبر ديم. يا سلام بس احتاج سكوب. اوه يا سلام دروع كل حاجه تمام. اوه جو. اوكي ناوي يجلد هذا، ما يسمع صوت طلق يروح يجلد ما في عنده. يلا كيت جالدوا ناس قدام. اوه قدام ايوه خلوهم جلدوهم، دحين خلوا يلوت بس. اوكي اي كلوك 1 نايس يلا باقي واحد ثاني. ايوه لا فينو؟ IQ 2 نايس. وربي اصلي يا جماعه لعيب الولد. والله لعيب يتكلم مع خوي وماخذ الوضع ايزي. اوكي خلنا نشوف في سكوب هنا. ابغى سكوب 4 للسنايبر. لا الزون يا جماعه يلعب بيو ام بي. والله الولد لعيب. ان شاء الله جيمنا ان شاء الله. اوكي خذ لك هذا سريع. يا جماعة شوفوا سلحته يو ام بي وتومي كان. او ماي جاد ايش القوة هذه من بعيد بعدين يجلدهم بو. مان واتس يور نيم؟ بندر؟ يس اوكي ماي نيم از انتون. انتون؟ لا يس انتون. نايس نيم. You talking to friend or it's my father. Ah, okay. يكلم الوالد يا جماعة. يكلم الوالد ويلعب. Damn.
هذا راح اسميه الكاري الروسي. ان شاء الله انه يفوزني ان شاء الله. I play my father watch. Oh, nice. I play. You understand? Yes, I do. House. I see. اوه استعجل استعجل بس ما عليه. الروسي الكاري الروسي انا اثق فيك. Go rush or not? Let's go. يبغاها جلد ما عندك مشكلة يلا نجلد. His house. لا. طيب استلم يا محمد. استلم لك واحد مطبق. يا شيخ موت موت يا شيخ. واو ما يموت. You okay? Yes. I knocked two. Nice, nice. قتلهم. Boost. اوه يلا يا جماعة. توتر. Check the map. We're at center. شباب احنا ذحين في النص بالضبط. شوف فينا في النص. يا سلام خلك تكي هنا بس. في واحد مرة قريب وواحد شوية بعيد. حيشوفني اكيد انه حيشوفني. لا 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 شوت لا شوت لا. شوت اوكي نايس لا تطلع بندر لا تطلع وتتحمس تطلع. اوكي نايس اوكي هيلينج اوكي ما اتوقع انه يحتاج نويت يا جماعه. باقي ثمانية الله يستر. اوكي يقول لي العب تنكز عركة بيض ذي ترى بس كان يحرقك لكن انا ابغى اقول انه انقذتك خلاص. باقي ستة يا شباب. سكامل اوكي جو يلا بسم الله الله يستر يا رب ما ندعس. يا سلام والله يا جماعة انه فنان ما ادري بس كذا انا متوتر. لا اوكي سيف كم كثير تسرون اوكي لوك لعيب يا جماعة. باقي اربعة يا جماعة. يا الله يقول عبي عصيرة تعبي. في واحد نوك يا شباب احتمال يبقون اثنين ضدنا. اوكي وان مان جو. اوه ايش الخطة ايش؟ ندخل عليهم على طول وهم دمجين تيم يا الخطة تيم الكاري الروسي. اشوف واحد اوكي اهدى بندر نايس اوكي باقي واحد اهدى باقي واحد بس. اوه ماي جاد يقول لي تك في البيت واسفن اي يقطع ام احسن واحد لعبت معه في حياتي. قلبي يا جماعه بليز جو اوكي ايش رمى سموك يا جماعه رمى سموك. ايوه زي ما توقعت في هذيك المنطقه. ايوه كفو لا تموت. دقيقه الجدار مغطي ذا. الله نايس الله واخيرا فاز واخيرا. جي جي ثانك يو سو ماتش يو ار ذا بيست. ثانك يو برو. واخيرا يا جماعه قتل اربعه اوكي وسوى اشياء كثير بس اهم حاجه انه التعاون وربي انه احسن كاري في الحياه. والله يا جماعه يا الله كيف راح اسوي ايديت للمقطع؟ جالس العب شوفكم اوريكم ذحين. 3 ساعات و20 دقيقة. اوكي بس شباب بنوصل لنهاية الفيديو اتمنى انكم استمتعتم واخيرا فوز. لا تنسوا تقيمون المقطع وتعطوني لايك ونشوفكم على خير. السلام عليكم.